أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية منها وحتى الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول الحرب في السودان، ومقال نشر في صحيفة الاندبندنت حول الحرب في السودان، حيث يقول ثمة مصطلحات أبدعت أدبياتنا العربية السياسية باختلاقها وابتداعها كذلك، منها اللبنانة والأفغانة والصوملة إلى آخره. واليوم دخل مصطلح جديد عمره شهران فقط تقريبا، اسمه السودانة، بعد أن اندلعت حرب تدمير السودان الحالية، تدمير عشوائي وفوضى وقتال واقتتال لا يستثني المواطنين ولا البيوت والمؤسسات وحتى المدارس والمستشفيات، قتل، نهب، سلب، اغتصاب، تهجير ونزوح جماعي للسكان. تفاصيل كثيرة حول القتال وأسباب اندلاعه في السودان، لكن مختصرها وجوهرها في وجود جيشين في دولة واحدة، وكذلك الأمر في العراق، جيوش وميليشيات. يحذر مراقبون من أن ما يجري في السودان يمكن له أن يتكرر في بلدان عربية أخرى، فليبيا بلد بجيوش متعددة، واليمن بجيشين أحدهما رسمي والآخر حوثي انقلابي، وفي لبنان جيش لبناني وميليشيات حزب الله. لعل أكثر الدول العربية انزلاقاً للسودانة هي جمهورية العراق. البلد المنكوب يدخل من حرب داخلية إلى أخرى، ومن اقتتال إلى آخر، ومن جيش إلى حشد شعبي تتماوجه المصالح والارتباطات، يتشكل من فصائل عدة بينها ما صنع الحداد، تقتتل على خيرات البلاد وثروات العباد، والجيش العراقي موزع الولاءات كذلك، والخوف كل الخوف من أن تصطدم مصالح قادة فصائل الحشد وتصل إلى طريق مسدود يؤدي إلى مزيد من الاقتتال بينها. ينتشر مصطلح السودان اليوم بأدبياتنا ولغتنا السياسية في إشارة إلى ثنائية الجيوش في البلد الواحد، مما يعني اصطدامها الحتمي الدامي، وهو سيناريو سيكون أكثر دموية وفوضوية في العراق الذي تتحكم به فصائل وجيوش مجيشة بعضها يقوله مسودنون. يقول أحد أشهرهم في خطبة عصماء بأن الموساد الإسرائيلي وراء اغتيال علي بن أبي طالب، والمسودن باللهجة العراقية لا تعني السودنة التي اشتقت من دموية السودان اليوم، لكنها تعني المعتوه الأهبل المجنون. أما في الجاردينة نقرأ، تقول الكاتبة ولاء سعيد السامراء في مقال بمجلة الجاردينة إن هناك صفقة أمريكية إيرانية لتمرير موازنة العراق. وتضيف الكاتبة، منعت الإدارة الأمريكية الحكومة العراقية قبل أشهر وبسبب العقوبات وتزويد روسيا بالطائرات الإيرانية المسيرة من تسليم مبالغ لإيران. لماذا؟ أقدمت تقول، لماذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على رفع الحظر عن الأموال الإيرانية في العراق؟ هل امتنعت إيران عن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة؟ هل أوقفت تعاونها العسكري في الحرب ضد أوكرانيا؟ سؤال وجيه. وتضيف كذلك، أم أن هذه الأموال هي مقايضة سياسية آنية فقط للحفاظ على الهدوء في الساحة العراقية التي يرى فريق الأمن القومي للرئيس بايدن في مقال كتبه مايكل نايتس في مجلة فورن أفرز أن هدوء الشرق الأوسط هو غاية في حد ذاته وبالأخص في العراق. إن وصف الإعلام العراقي للميزانية بالملغومة غير كاف، لأن السؤال الأهم من كونها ميزانية ملغومة وهل ستصرف تخصيصاتها المالية الهائلة فعلاً على إعادة بناء ما تم تدميره والاهتمام بالقطاعات الأساسية من صحة وسكن وتعليم ورعاية اجتماعية وخدمات الماء والكهرباء والعمل بمواصفات حديثة كما يراه العراقيون في البلدان المحيطة بهم، أم أنها ستذهب لجيوب الفاسدين ولإيران؟ هل سيستغل رئيس الحكومة هذه الميزانية الانفجارية في تنفيذ برنامج حكومي لإعادة الصناعة التي اندثرت
وإعطاء مزيد من الدعم للزراعة المتعثرة والمغبون حقها وإعادة تشغيل المصانع وفتح مجالات جديدة لعمل العاطلين. شاهد من أهلها هو النائب ماجد الشنقالي يشهد بالقول معلقا على انهيار النظام الصحي قائلا إن الدولة تخصص مبلغا ضئيلا لقطاع الصحة هو 17 مليار دينار وتخصص للزراعة مبلغ 15 مليار دينار، فهل هذه تخصيصات واقعية وجدية لحكومة لها ميزانية ضخمة واستثنائية للنهوض فعلا بهذين القطاعين الأساسيين في حياة أي بلد وبالأخص في بلد كالعراق بعد عقدين من التدمير والخراب؟ عن الشأن الفلسطيني وتحت عنوان ما زلنا نخضع لسياسة التجهيل، يقول الكاتب طلال عوكل في صحيفة الأيام 13 عاما تماما هو عمر السلطة الوطنية الفلسطينية التي سبقت الانقسام، و16 عاما منذ أن وقع الانقسام الكبير، ولا يزال الوقت مفتوحا تماما على مزيد من السنوات دون أن يعلم أحد متى وكيف وأين يمكن أن ينتهي هذا الانقسام، ولم يعد ثمة أهمية للحديث عن الشرعيات التي سقطت بسبب مرور الكثير من الوقت وغياب آليات تحقيق الشرعية وترك الميدان لسلطات الأمر الواقع، في غياب تام لأي بوادر شعبية تذكر أو توافقات حتى فصائلية على تغيير ذلك الواقع المؤلم الذي ذهب البعض لوصفه بنكبة أخرى تضاف إلى النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني. خلال السنوات 16 فشلت الفصائل في تجاوز حساباتها الفئوية، وفشلت كل محاولات القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للانقسام التي حاولت مرارا لكنها هي الأخرى فشلت بامتياز في أن تنظم لنفسها إطارا تنسيقيا أو وحدويا على هدف واحد هو إنهاء الانقسام بالتأثير والضغط على أطرافه. ثمة غياب للإرادة وغياب حتى لمقاومة حقيقية فاعلة تعمل على تجاوز واقع الانقسام، وبدأ أن كل فريق فرح بما لديه، كل في ميدانه، عينه على المعارضة في مكانه، لا يسمح لها بالتأثير على هذه السلطة أو تلك. ثمة غموض اعتاد عليه المواطن الفلسطيني بما يدل على أن المستويات السياسية والفصائلية قد فقدت الثقة بالشراكة مع المواطن الذي يشكل مصدر السلطات ومصدر الشرعيات. يتم التعامل مع الجمهور الفلسطيني كقطيع خاضع لمستويات سياسية فقد الثقة بها بعد أن فقدت الثقة به وبدوره وبالشراكة معه. الجمهور الفلسطيني بالنسبة لهؤلاء ضحية، عليه أن يدفع ثمن الانقسام والخلافات وثمن الاعتداءات الإسرائيلية باهظة التكاليف حتى دون أن يحق له الصراخ. خصصت صحيفة أوبزيرفر افتتاحيتها لكارثة المهاجرين في اليونان ودعت فيها الغرب لتحمل مسؤولياته الكاملة تجاههم، وقالت إن الرعب في البحر سيتواصل حتى يواجه الغرب مسؤولياته الكاملة ويعترف أنه ساهم بمأزق اللاجئين، وأضافت أن جنسيات المئات من الذين يفترض أنهم ماتوا غرقا في مأساة القارب الأخيرة المروعة في البحر المتوسط تساعد على فهم الدافع وراء محاولتهم ركوب البحر والمضي قدما في رحلة خطيرة. باكستانيون، مصريون، سوريون، أفغان، فلسطينيون كانوا يمثلون معظم 750 راكباً تقريباً على متن القارب، احتشدوا في قارب غير صالح للملاحة إطلاقاً وغادر بهم من ميناء طبرق في ليبيا وغرق يوم الأربعاء بعيداً 50 ميلاً تقريباً عن الشواطئ اليونانية. فشل الغرب في وقف حرب النظام السوري ضد شعبه التي قادت إلى أزمة المهاجرين في الفترة ما بين 2015-2016، وعندما قام مئات الآلاف من السوريين بالبحث عن الملجأ الآمن في أوروبا، ومع أن الهروب قد خف إلا أن الكثيرين ومنهم فلسطينيون يعيشون في ظروف يائسة في البلد الذي مزقته الحرب، ولا يزالون يفرون من الاضطهاد الذي يمارسه النظام المنتقم أو يغادرون وبأعداد كبيرة.
وليس مفاجئا أن يكون أفغان من ضمن ركاب القارب. وتقول الصحيفة إن كارثة الأسبوع الماضي أدت إلى تبادل واسع للاتهامات، ووجهت الانتقالات لحرس الحدود اليونانيين لعدم تحركهم بقدر كاف وإنقاذ القارب المتهالك، وتغيرت الرواية الحكومية لما حدث في البحر بشكل يومي، ولا بد من معالجة أزمة الهجرة من مصدرها، مما يعني توسيع التعاون وتنظيمه مع دول المصدر والمعبر، وهذا يعني منح المزيد من مساعدات التنمية وليس أقل، وكذا الاعتراف بأن غياب الأمن والمساواة والنزاع وأزمات التغير المناخي هي العوامل الرئيسة وراء الهجرة، وهي مشاكل ساهم الغرب في خلقها. هو ليس من سيربح المليون، بل من سيربح الحرب في أوكرانيا. تجيب ميشا جليني في صحيفة ساندي تايمز أن الهجوم الأوكراني المضاد لن يؤدي إلى سحق روسيا، إلا أن الولايات المتحدة وحلفائها يأملون بأن يسفر الهجوم عن ضربات كافية لزعزعة روسيا. فقد بدأ الهجوم الأوكراني المضاد مؤخراً الذي طال انتظاره، ومعه زادت وتيرة السياسة، حيث هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه بقيامة نووية وقطع الإنترنت حتى من خلال تخريب أسلاكها تحت البحر. وبالمقابل قال الأمين العام لحزب الناتو يان ستولتنبرغ إن مستقبل أوكرانيا هو في الحلف، وتم تحويل الطيران التجاري فوق أوروبا لكي يظهر الناتو ويظهر استعراضاته العسكرية الجوية التي جرت فوق ألمانيا وهولندا والدنمارك. لو انتصرت أوكرانيا لن ينجو بوتين، وستدخل روسيا حروبا أهلية وفوضى. وبالمقابل لو انتصرت روسيا ستكون نكسة عظيمة للغرب. ومن واشنطن إلى بكين يدرس صناع السياسة النتيجة المحتملة للمواجهة العسكرية، ويعرفون أنها لحظة حاسمة ليس للحرب الروسية الأوكرانية ولكن للسياسة العالمية. ومن المحتمل أن تؤدي النتيجة لتحديد المستقبل ولعقود، كما لا يواجه الروس أو الأوكرانيون ومن يدعمهم المعركة بثقة، فعدم اليقين حاضر في تفكيرهم. ومع ذلك يمكن الحديث عن أربعة سيناريوهات: نصر أوكراني، نصر روسي حاسم، حالة جمود يمكن أن تشتعل في أي وقت، وربما قادت لمفاوضات أو تصعيد، يعني نشر روسيا أسلحة نووية استراتيجية في المعركة، وربما تورط عميق للنيتو وهو كابوس لبوتين. وعلق دبلوماسي غربي: كلما استطاع الجيش الأوكراني التسبب بألم للجيش الروسي كلما تفككت سيطرة بوتين على السلطة في الكريملين، أو هكذا تفترض النظرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير.
ونقرأ في خبرنا اليوم، عاد علماء في جامعة ولاية أريزونيا تصميم روبوت تستخدمه شركات ملابس المعدات الرياضية ليقلد بذلك الوظائف الحرارية لجسم الإنسان. والروبوت الجديد هذا هو أول قزم يمشي في العالم يولد الحرارة والرعشة والمشي والتنفس مثل الإنسان تماما، ويمكن أن يساعد العلماء كذلك على فهم مرونة أجسامنا حيال موجات الحرارة، حسب ما أورد تقرير نشرته جريدة دايلي ميل البريطانية، واستعرض مواصفات الروبوت بشكل كامل. وحسب الصحيفة فقد تم تجهيز هذا الروبوت بمسام الروبوت التجريبي، مسام اصطناعية للتعرق الاصطناعي وتوليد الحرارة ومستشعرات لتدفق الحرارة كذلك عبر 35 سطحا مختلفا تغطي جسم المجسم المتخذ شكل جسم الإنسان. ومع قناة تبريد داخلية جديدة، فإن الروبوت المحسن هذا هو أول مجسم قزم حراري مناسب للاستخدام تماما في الهواء الطلق، ما يعني أنه يمكن للعلماء الآن إخضاعه لدرجات الحرارة القصوى في صحراء أريزونا دون خوف عليه. تعاني الكثير من البلدان حول العالم من الجفاف والتصحر، وفي ظل تغير المناخ تزايد نسب الجفاف تزايدت، والتصحر كذلك تزايد بسرعة متفاقمة عاما بعد آخر. وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن الجفاف يلحق أضرارا بما يقدر بنحو 55 مليون نسمة في العالم كل عام، وهو الأشد خطرا على الماشية والمحاصيل في كل جزء من العالم تقريبا. ويهدد الجفاف سبل عيش الناس ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والوفيات، ويعزز كذلك الهجرة الجماعية. ويؤثر شح المياه على 40% من سكان العالم، وهناك 700 مليون شخص تقريبا معرضون لخطر النزوح نتيجة الجفاف والتصحر بحلول عام 2030. وتقول الأمم المتحدة أن الجفاف يعد من أكبر التهديدات للتنمية المستدامة، ليس في البلدان المتنامية فحسب، وإنما بشكل متزايد في الدول المتقدمة كذلك. وفي الواقع تشير التوقعات إلى احتمال تأثير الجفاف في أكثر من 3/4 سكان العالم مع حلول 2050. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إيه بس هلا من بعد الأزمة يعني صار الخلق ضعيفة، ونحن هون شغل المدينة يعني على الريف أكثر ما هو ابن البلد. ابن الريف كان يجي بكير بالساعة 6:30 7 إذا 10 11 يكون رحل على ضيعته على بلده على محافظته يعبي بضاعته وتمشي. بعدين يجي ابن البلد لازم شيء نواقص كذا، يجي ابن البلد صار لي بالسوق تقريبا شيء 42 سنة. بس مصلحتي يعني أنا مصلحتي الأساس حبيل، يعني أنا من ظفر يعني من صغري يعني بشتغل بالحبيل وخيوط الحبيل وما حبيل والقنب. بعدين برك بالسوق الله صار لي شيء 42 سنة تقريبا. وأنا دخلت على السوق كان هم ما هو مرمم. بعدين الله يجزيه الخير آغا خان والأمانة السورية اشتغلوا على ترميم السوق، صار السوق جيد لا بأس فيه، بس ما هو ناقصه غير أهله يعبوه وينشغل، وبس منشغل يعني ممكن إنه يصير إجر، ممكن يعني مع الأيام يصير يعني شوي شوي يتحسن إن شاء الله. لما كنت ولد صغير بتذكر بالعطلة الصيفية أنزل لهون على المحل على المدينة عند عمي، وهذا المحل يعني من زمان جدي يعني هي مصلحتنا إحنا هي أباً عن جد، وكان يعني كل واحد فاتح شيء. هل هذا فاتح محل ليف، الجمنة مثلاً فاتح محل عطورات، الجمنة هون فاتح محل فضة، وكل واحد مختص بمحل شيء، عرفت علي كيف؟
وصارت هالظروف وصلنا شي 12-13 سنة مجنة المحل. والله الحمد لله رب العالمين يعني رجعنا على المحل ونحن كثير منسرين بهالأمر يعني. أول سيدة كانت تدخل على المدينة طبعاً من عدة أبوابة، فاللي بدك إياه بتاخده، مثل ما بقولوا مضطربوش للحذاء. مثلاً سوق تفضلي بالقماش، سوق الجوخ كمان بالقماش الثقيل، يعني في عدة أقمشة، سوق العطيرين بالعطارة، سوق الساقطية مثلاً اللهم صل على سيدنا محمد باللحمة بالصيبة، الجلوم بالألبسة، اللهم صل على سيدنا محمد. ورا الجامع كان في سوق الحبيل، هلا كمان شغال الحمد لله يعني قبوله كويس، اللهم صل على سيدنا محمد. سوق الذهب طبعا هلا عفصلحوا شوي فيه كمان. سوق القطن انقسم سوق القطن قسمين، سوق اللي صار سوق القطن، سوق الكمار كمان فيه، بتبلش بعده سوق العبي، يعني في عده اسواق، كل سوق مختص. مثلا نفرض واحد بده مثلا مقلبيه، كان راسا وين سوق العبي؟ راسا يتوجه على سوق العبي اللي هو كله مقلبيات، ياخذ طلبه مثلا وينتقل على غير سوق. مثلا الى اللقاء.